حال اليوم تحدي جديد حيكون معنا ب 4000 ليره يلي قالت لي مارين انه نحن مشينا على قدهم. زميلتي مارين رئيسه قسم السوشيال ميديا ضمن قناه العالم سوريا حتطبخ لنا اليوم اكل ايراني نكهه مختلفه طعمه جديده، حنتعلم نحن وياكم كيف ممكن نعملها. هاتي لنشوف يا مارين شو طبختنا، شو مكوناتها، كفتك ال 4000 ما كفتك؟ هاتي لا اول شيء حنحكي على ال 4000 مجدولين. لا اكيد ما كفتني ال 4000، بس انا حاولت بال 4000 نعمل الكميه المناسبه مشان ما نتجاوز المبلغ ال 4000. يعني الاكله هي عباره عن دجاج، تمام؟ انا رح اقول مكوناتها بالعربي. اوكي. دجاج مع دبس بندوره وبصل وبهارات ايرانيه. اوكي. وجنبها رز مع الشيء المميز اللي هو اسمه زريشك، وبصراحة ما بعرف شو اسمه بالعربي. خليني أقبلهم. تمام. هو شيء بيشبه الزبيب، هو شيء مثل الأشلاميش ولكن طعمته حامضة على حلوة ولونه رماني. طبعا هذا ما أنا موجود منه بسوريا، هذا حصرا من إيران. أي تمام. حصرا من إيران. طبعا في شغلات تانية ممكن ناخدها حصرا من إيران مثل الزعفران. مثلاً زعفران هو البهار الرئيسي بكل الأكلات الإيرانية. أوكي. معناتها نحن هلأ لازم نبلش بطبختنا. طبعاً نحن مسبقاً حضرنا الرز ونقعناه بمي فاترة، ونقعنا الزريش كمان بمي باردة. أكيد لازم تكون مي باردة مجدولين، لأنه إذا مي ساخنة بيعجن أو ما أعرف بيخرب لونه يعني على التقلاية. هلا هي معلومة جديدة علي، أنا بالعادة الرز تبع الكبسة أو الرز الطويل تبع الكبسة أنا ما بنقعه. لا هي بننقعه لأنه نحن حنطبخه هلا على الطريقة الإيرانية كمان. تمام أوكي. تمام. هلا أول شيء حنبلش فيه شو هو؟ حنبلش بتقلاية البصل. هلا نحن حنصفي الرزات، وقلتي لنا رح نعمل السلطه اسمها سلطه شيرازي. شيرازي يعني مشهورين فيها مدينه شيراز بايران. اوكي. اللي مكونه بس من بندوره وخيار وبصل وبس. اوكي. معناتها هلا انت حتبلشي بالرز. طيب اعطيني الرز. راح استلم المهمه السهله طبعا لاني ما بعرف شيء بهالاكله الصراحه، فراح اعطيك الرز. طيب رح اعمل السلطه. خليني انا احطه. طبعا الرز نحن سخنا مي مشان نسلقه في نص سلقه. واحد من الإجازات اللي خلصتها هو إني عملت السلطة. هلأ بدنا نأخذ بقى سر الأكلة منها لمارين. طنجرة شو حنعمل فيها؟ هلأ حنحط زيت بأرض الطنجرة ونحط هاي الخبزة. هي أي شيء بيعملوه الإيرانية برز فبيقولوا له التهديك، يعني تهديك. أسفل الأكل أو من مبدأ التهداية. هلأ التهي هو آخر. عرفتي؟ أوكي. فإنه هو دائماً بيكون بكل أكلة فيها رز، طبعاً هني أكل الإيراني كله رز، بيحطوا هاي الخبزة وبيقلوها مع زيت، وبعدين منحط الرز فوقه ومنتركه من بخاره يستوي. أوكي. معناتها نحن هلأ حناخد الزيت منحميه منيح من سقط الخبزة، منحط فوق الرز لحتى يتقلب الرز نفسه مع بخار الخبزة، وهيك ويستوي. بكون الرز استوى تقريباً. بعدين عندنا مرحلة تانية رح تعلمنا عليها ماري.
شايفة كيف الرز مجدولين لأنه مكبتل ولا معجن ولا مسلوق. أوكي هيك طريقة جديدة ما من يعني فينا نقول بتغيير الأصناف يعني الواحد بيتعلم مطبخ جديد مش عم بس هيك يقدر يعمل أكلات تانية. ناخد نص بنص. ايه هلا لانه هن بشكل عام ما بياكلوا اكل في مرقه مثلنا، نحن بنكتر المرقه بالاكل. هن بياكلوا ناشف. أوكي. اغلب اكلاتهم ناشفه ما فيها مرقه كثير. طعمه الحمض بالزرشك كثير بتعطي نكهه طيبه وكانه يعني عاصره ليمون او حاطه. نحن بالعادة بسوريا الأكل يلي بدنا يطلع حامض أو فيه نكهة حامضة يا منحط له دبس رمان يا منحط له تمر هندي. تماماً. فهو يعني هلا فيك تقولي فعلاً هلا أنت ذكرتيني عاطي نفس الطعمة تماماً. تمر يعني أنا لأني دقته بصراحة وأنت دايرة ظهري دقت كذا حبة بس لا تخبروها. خلص مشي الحال عرفت. عرفت. إيه خلص هيك بكفي صار. طيب. تمام هلا بقى بدنا نجيب الدجاج بعد إذنك مجدولين. على عيني. ونحطه جنب الرز. أوكي. يعني هون التبلة كاملة الريحة بتشهي كتير. يلا هنحط الدجاجات حدهم بس انتبهي على ايدك لا تنحرق. تمام. طبعا اكتر شي كانت عم تنبهني عليه مارين اوعك يتنتف الدجاج وهي حالاتها هاي الاكلة مجدولين انه الفخدة بتبقى على حالة. تمام مشان هيك اخذنا فخد كامل مو بس وردة او والله بس دبوس على الصح حطيها نرجع نقلبها. اوكي بدنا نميز زايدة. اوكي انا رح اخذ الليمون وحطها بنص. ايوه طبعا الليمون داب على الاخر هذا المطلوب بصراحه لانه بس دوب معناتها اخذت طعمه كامله. هلا هيك صار فينا نقول طبخه الزرشك بلو او الدجاج مع الرز صارت جاهزه للاكل. طبعا هلا فريق العالم سوريا كله ناطرنا برا لحتى تجهز الاكله وياكلوا منا مجدولين حتى عن جد انت قولي لي شو رايك؟ تجربة جديدة. هلا للصراحة انا النكهة هي كثير بحب الحامض مع الدجاج مع هي صح زرشت زرشت كثير طيبة. وهلا طبعا صح الزعفران غالي وفينا نستعيد نحن عنه بشغلات ثانية في ملونات كثير للرز بس هو يعني اصل الاكلة اصل الاكلة زعفران ففينا نحن نغير بالوان اخرى مشان نوفر قدر الامكان. اكلتنا كثير غنية كثير فيها منفعة وجديدة هذا أهم شيء ونضافت هيك فينا نحتكرها شوي للمطبخ السوري. تماما يعني هي أكلة إيرانية بنكهة سورية نشكل صارح. شوي مشان نغير عن الأطباق اللي نحن بنعرفها بالعادة وبالنهاية رز وجاج يعني أكلة ظريفة. شكرا كثير وتسلم إيدك يا مارين يا رب. وهنا إن شاء الله عن جد تعجبكم وتعجب المشاهدين ومتابعين خبز وملح وعجبتني إلي فأكيد رح تعجبكم لازم تعجبكم. في أكلة ثانية كمان رح نشتغلها بحلقة جاية أكيد أكلات كثيرة إيرانية رح نطبخها بأكلاتنا الجاية. أما هلا كالعادة صح فريق العالم سوريا ناطر برا بس أنا رح آخذ الأكلة لحالي أنقضها لحالي ما رح خليهم ياكلوا ورح أشوفكم بالحلقة الجاية مع خبز وملح تحدي جديد و4000 جديدة وأكلة كمان جديدة كانت سورية أو من مطابخ أخرى. خليكم معنا وراجع لكم هلا على دامسكو. باي.